بان كي مون يواصل زيارته للأراضي المحتلة ويتفقد قطاع غزة للوقوف على أوضاع السكان هناك. محلب يواصل جولته بمحافظة أسيوط لافتتاح عدد من المشروعات التنموية. التحالف الدولي يواصل هجماته ضد داعش في سوريا، وأوباما والقادة العسكريون لعشرين دولة يجتمعون في أمريكا لبحث خطط مواجهة التنظيم الإرهابي. لكم من قناة النيل في القاهرة نشرة إخبارية مفصلة بأهم وآخر الأخبار. مرحبا بكم. توجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم إلى غزة ليقيم بنفسه ما هو مطلوب لإعادة تأهيل وإعمار القطاع. كان بان كي مون قد عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا في رام الله مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الذي أكد أن المساعدات الدولية ستبقى عاجزة وقاصرة عن تحقيق أهدافها ما لم يتم رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع بشكل فوري. فيما بدت وكأنها زيارة ضرورية بحجم أهمية الموقف قام بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لرام الله، التقى خلالها رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله. بان كي مون أكد في زيارته هذه على ضرورة إعمار قطاع غزة بمبلغ يقدر بخمسة مليارات دولار وأربعة عشر لإعادة الحياة إلى ما كانت عليه قبل حرب 51 يوما، فيما طالب الحمد الله المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالأعراف والمواثيق الدولية ووقف انتهاكاتها تجاه مدينة القدس ومقدساتها وإنهاء الاحتلال. تعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية من انتهاكات خطيرة، خاصة المسجد الأقصى الذي يتعرض للاقتحامات ومخططات التخسيم الزماني والمكاني وتغيير معالمها وطابعها الجغرافي والديموغرافي عبر استمرار الهجمة الاستيطانية. زيارة بان كي مون والتي تزامنت مع هجمة مكثفة للمستوطنين الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة شرطية مشددة لتندلع مواجهات عنيفة بين المرابطين والمستوطنين الذين اقتحموا المسجد القبلي بقيادة المتطرف يهودا غليك، كان ضحيتها أكثر من 40 مصابا من المصلين بقنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط بعد إغلاقه بالسلاسل ومحاصرتهم فيه، عدا عن اندلاع حرائق عند البوابة الشرقية للمسجد القبلي. إجراءات غير مسبوقة بحق المسجد الأقصى وضد المصلين المسلمين في المسجد الأقصى المبارك، هذا التماهي بين كل السلطات الرسمية الإسرائيلية وبين أهداف وأفكار المتطرفين، بمعنى أن الحكومة وأن المتطرفين وأن المستوطنين يعملون في خط واحد وهو فرض التهويد. مشهد معقد، هناك تصعيد إسرائيلي واضح وخطير في استهداف مدينة القدس بكل مكوناتها الديموغرافية والجغرافية والدينية والسياسية، وصولا إلى فرض حقائق ووقائع جديدة داخل مدينة القدس وتكريسها ليس فقط عاصمة سياسية للكيان الإسرائيلي وإنما عاصمة دينية لليهود. ما تشهده المدينة المقدسة بات أكثر خطورة من أي وقت مضى، وبات المسجد الأقصى بباحاته وساحاته مستباحا لممارسة طقوس تلمودية عنصرية ومرتعا لصولات وجولات المستوطنين دون حاسب أو رقيب. مدينة القدس والتي تواجه موتا بطيئا وسط تهديدات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بحرمان المقدسيين من دخول مدينتهم، فيما تستمر المطالبات الفلسطينية بتحرك جاد لإنقاذ أولى القبلتين، فهل من مجيب أم أن للبيت ربا يحميه؟ ثروة شخرة، الأراضي الفلسطينية المحتلة، النيل. كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أدان مواصلة الاستيطان الإسرائيلي، مؤكدا أنه يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي ومطالبا إسرائيل بوقف الاستفزازات في القدس والأماكن المقدسة. وعقب لقائهما طالب نتنياهو مون بالعمل من أجل منع الفلسطينيين من اتخاذ تدابير دبلوماسية أحادية الجانب في الأمم المتحدة من شأنها تقويض السلام على حد قوله.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من قطاع غزة مراسل النيل عمر بشير. عمر، يعني ما هي نتائج وحصاد زيارة المسؤول الدولي؟ يعني ما زالت نتائج لم تصبح واضحة، لأن الزيارة ما زالت قائمة رغم ما حصل فيها من تغيرات في جدولها. بالأمس كان معنا جدول الزيارة بالتفصيل. كان من المفترض أن يقوم بان كي مون بزيارة الأماكن المدمرة في شمال قطاع غزة طور دخوله من معبر بيت حنون شمال القطاع، ثم يزور أماكن الوكالة التي تنشئ بها مشاريع، ثم يتوجه في تمام الساعة الثانية ظهرا إلى مقر مجلس الوزراء في غزة للقاء وزراء حكومة التوافق من قطاع غزة بما فيهم وزير الأشغال العامة الموجود في قطاع غزة. هذا الجدول لم يطبق، قيل لنا لدواعي أمنية. دخل فورا دون مؤتمر صحفي على معبر بيت حنون، توجه بان كي مون مباشرة إلى مقر مجلس الوزراء في مدينة غزة وعقد مؤتمرا مقتضبا، ولم يكن هناك أي وزير من وزراء حكومة التوافق باستثناء نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور زياد أبو عمر الذي رحب ببان كي مون. بان كي مون تحدث مقتضبا جدا، تحدث عن أنه رأى دمارا لم يشاهده في الزيارة السابقة لقطاع غزة، وقال إن الإعمار سيصبح يعني واقعا ملموسا على الأرض في غزة بعد حوالي أسبوع، مع تأكيدات على أن عدد من المبلغ من الأموال التي تم جمعها في مؤتمر رئاسة الإعمار في القاهرة سوف تصل إلى غزة قريبا. طيب عمر، يعني رئيس الوزراء الفلسطيني قلل من شأن هذه المساعدات إذا لم ترفع إسرائيل الحصار عن قطاع غزة، هل من رد من جانب بان كي مون؟ هذا شيء طبيعي. كيف ستأتي المساعدات؟ المساعدات ليست عبارة عن أموال، بل مواد سوف تعيد الإعمار. هذه المواد لابد أن تدخل من المعابر الإسرائيلية. إذن المفتاح الحل في فتح إعادة فتح المعابر الإسرائيلية ليس فقط معبر كرم أبو سالم، ولكن المعابر التي تم إغلاقها منذ العام 2008. كل هذه المعابر الخمسة أو ستة مع قطاع غزة مع إسرائيل يجب أن تعاد، كما تؤكد القيادة الفلسطينية ورئاسة الوزراء بأن إعادة فتحها سيؤدي إلى إعادة الإعمار بشكل سريع. طيب الجزء المتبقي من زيارة بان كي مون، هل يعني سيشمل ربما محادثات أخرى مع رئيس محمود عباس، أو ماذا لديك؟ يعني المحادثات بالتأكيد لن تكون في قطاع غزة. الرئيس محمود عباس لم يأتي إلى قطاع غزة منذ الانقلاب، منذ انقسام الفلسطيني عام 2007. الآن جدول زيارته بعد أن غادر قبل قليل مجلس الوزراء هو الآن متوجه ووصل إلى مقر الأمم المتحدة في قطاع غزة ومجتمع مع قيادات الأونروا في الداخل ومنع التصوير. وكما أبلغنا أيضا في التعديل أنه سوف يخرج من هذا المقر الأونروا وسيتوجه إلى إحدى مشاريع الوكالة القائمة في غزة للاطلاع عليها، وربما يكون هناك مؤتمر صحفي مقتضب لبان كي مون قبل أن يغادر قطاع غزة. طيب إذن بالتأكيد سنعود إليك مرة أخرى لمعرفة ما يتوفر من تفاصيل. عمر بشير مراسل النيل من قطاع غزة. فرضت قوات الاحتلال منذ الساعات الأولى من فجر اليوم إجراءات وقيودا مشددة على دخول المصلين للمسجد الأقصى، ومنعت بموجبها من تقل أعمارهم عن 50 عاما من دخوله، تمهيدا لاقتحامات جديدة للمسجد من باب المغاربة. كان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع وصف اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى بالجريمة النكراء والتي تأتي في سياق حرب دينية إسرائيلية ضد المدينة المقدسة. كما حذر من الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى جراء تحطيم عدد من النوافذ والأبواب التاريخية. صوت البرلمان البريطاني في اقتراع رمزي مساء الاثنين بالاعتراف بدولة فلسطين بأغلبية 274 صوتا مقابل اعتراض 12 صوتا، وتعد نتيجة التصويت غير ملزمة، كما يرجح ألا تحدث تغييرا في السياسة الرسمية لبريطانيا، لكنها تهدف إلى تعزيز الوضع السياسي لقضية فلسطين. يذكر أن بريطانيا لا تعتبر فلسطين دولة مستقلة، لكنها تقول إنها فعلت ذلك لكي تساعد في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. يواصل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء زيارته لمدينة أسيوط، حيث يفتتح محطة الصرف الصحي بمنطقة القويصة ويتفقد أيضا بعض المدارس والمراكز والمستشفيات.
كان محلب قد نفى إجراء أي تعديلات وزارية خلال الفترة المقبلة، وأيضا ما نسب إليه من تصريحات حول الانتظار على قانون تقسيم الدوائر، مؤكدا أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سيصدر خلال أسبوعين أو 3 أسابيع على الأكثر. كان محلب قد عقد مساء الأمس أيضا اجتماعا مع القيادات التنفيذية والمحلية بمحافظة أسيوط للوقوف وعلى كافة القضايا والمشكلات الملحة التي تعاني منها القطاعات المختلفة في المحافظة. وكان رئيس مجلس الوزراء أكد حرص الحكومة على سن القوانين لمحاربة البيروقراطية والفساد من خلال قوانين تحمي المواطن والإصلاح الإداري وربط الأجر بالإنتاج. جاء ذلك خلال جولة رئيس الوزراء في محافظة أسيوط لتسليم عقود وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي المعروفة باسم مشروع المليون وحدة سكنية الذي تنفذه وزارة الإسكان. ومتابعة ينضم إلينا من أسيوط مراسل النيل أحمد أبو الحسن. أحمد، يعني أبرز الأنشطة التي سيقوم بها رئيس الوزراء اليوم خلال زيارته لأسيوط. بالفعل نحن الآن ما زلنا لليوم الثاني في محافظة أسيوط برفقة السيد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. الآن وصلنا إلى هذه قرية ميت الخشب، وهي تابعة لمركز القوسية بمحافظة أسيوط. هذه هي النقطة الأولى التي بدأت بها الزيارة اليوم من مع السيد رئيس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له. بالأمس يعني اليوم من المقرر أن يزور السيد رئيس الوزراء أيضا العديد من الأماكن والقرى في هذه المحافظة، متابعة للمشروعات الخدمية والتنموية التي كان من المقرر لإنشائها أو متابعتها. وبالفعل قد تم اتخاذ قرارات أمس في المشروعات التي تمت زيارة المهندس إبراهيم محلب لها. كان من المقرر أنه أن يتم تطوير 5 قرى من القرى الأكثر احتياجا في كل محافظات مصر، ومنذ الأمس وحتى الآن نحن نتجول في هذه القرى متابعة لنشاط الخدمات والمشروعات الخدمية. بالأمس أيضا التقى يعني بعد انتهاء الزيارة المهندس إبراهيم محلب مع القيادات التنفيذية بمحافظة أسيوط وبعض المواطنين، وأيضا في محاولة للتقرب من المواطنين وأيضا والوقوف على مشكلتهم ومحاولة وضع حلول لها. اشتمل حديث السيد رئيس الوزراء على عدة محاور، من التعليم والصحة والطرق والتعدي على أراضي الدولة. أيضا بنشكرك جزيل الشكر وعذرا المقاطعة لضيق الوقت، وبالتأكيد سنعاود الاتصال بك للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بزيارة رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة أسيوط. أحمد أبو الحسن من هناك، شكرا لك. تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديميات الشرطة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في قضية التخابر الكبرى. يواجه المتهمون تهما من بينها ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها للإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من أكاديمية الشرطة مراسل النيل محمد علوي. محمد، يعني هل بدأت الجلسة وكيف تسير؟ أحمد، تحياتي إليك ومشاهدي النيل. بالفعل تستعد قاعة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما من قيادات الجماعة الإرهابية من بينهم عصام العريان ومحمد البلتاجي إلى البدء. بعد دقائق قليلة ستبدأ المحاكمة. وصلت هيئة المحكمة الموقرة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري، ووصل أيضا جميع المتهمين إلى هنا إلى داخل مقر أكاديمية الشرطة حيث قاعة المحاكمة. دقائق وتبدأ المحاكمة. كان المستشار شعبان الشامي قد أجل الجلسة الماضية، وذلك نظرا لعدم حضور الرئيس المعزول محمد مرسي لدواعي أمنية، ولكن اليوم جميع المتهمين بالفعل متواجدين داخل مقر القاعة. ودقائق وتبدأ المحاكمة. النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهما بالتخابر لصالح دول أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي وتمويل الإرهاب. إليك أحمد.
طب إذن سنعود إليك لمعرفة مسار الجلسة اليوم. محمد علوي مراسل النيل من مقر المحكمة. كما تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرى محاكمة عادل حبارة و34 آخرين في قضية مذبحة رفح الثانية التي راح ضحيتها 25 شهيدا من مجندي الأمن المركزي. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، كما نسب لهم ارتكاب ما يعرف إعلاميا بمذبحة رفح الثانية التي راح ضحيتها 25 شهيدا من مجندي الأمن المركزي، إضافة لتهم التخابر مع تنظيم القاعدة. متابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من معهد أمناء الشرطة مراسلة النيل نشوى صالح. نشوى، كيف تتابعين وقائع جلسة استئناف محاكمة الحبارة وآخرين في قضية مذبحة رفح الثانية؟ استوديو ولمشاهدي النيل في كل مكان. نحن الآن بالفعل متواجدون داخل معهد أمناء الشرطة وبالتحديد أمام قاعة المحاكمة. لم تبدأ بعد وقائع الجلسة ومن المتوقع أن تبدأ خلال دقائق معدودة. هي الجلسة اليوم تشهدها محكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بترعة. المتهم الرئيسي في هذه القضية هو الإرهابي عادل حبارة. هو شخصية مثيرة للجدل على مدار الجلسات الماضية جميعها، دائما الحديث من داخل القفص الزجاجية الذي يتواجد فيه، حتى لدرجة أنه في الجلسة قبل الماضية طلب أن يترافع عن نفسه، وبالفعل سيادة المستشار محمد شيرين فهمي سمح له بالدفاع عن نفسه لقرابة الساعة. أكد خلالها أن قضيته لا يعنيه العنف على الإطلاق، ولكن أن قضيته في المقام الأول هي قضية فكرية، وبالتالي هو هذا ما يجعل الإرهابي عادل حبارة وغيره من الإرهابيين أن قضيته في المقام الأول قضية تكفير المجتمع وتكفير مؤسسات الدولة. جلسة اليوم ربما تكون نهاية، هي طبعا نهاية للجلسات التي كانت منظورة للمرافعة في هذه القضية الهامة، وربما أيضا تنظر الجلسة القادمة للنطق بالحكم. لم تبدأ الجلسة كما ذكرت بعد. هناك أيضا قضية مهمة وهي القضية الخاصة باتهام 30 متهم في قضية أحداث محمد محمود الثانية التي وقعت في الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود التي وقعت إبان بعد ثورة 25 من يناير. نعم، شكرا جزيلا لك نشوى صالح من معهد أمناء الشرطة بتر. تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة 30 متهما في قضية أحداث العنف التي وقعت في الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود. وقد نسبت النيابة إلى المتهمين تهما تتضمن الشروع في قتل المتظاهرين وتكدير السلم العام والاعتداء على الموظفين أثناء تأدية عملهم، إضافة إلى التلويح بالعنف. يجتمع اليوم القادة العسكريون في 21 دولة عضوا في التحالف الذي تقوده أمريكا ضد تنظيم داعش، وذلك بقاعدة أندروز الجوية في واشنطن. يشارك الرئيس باراك أوباما في الاجتماع الذي يترأسه رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارتن دامسي، وذلك بهدف بحث الرؤية المشتركة للتحالف والتحديات التي تواجه الحملة ضد داعش وخططها المستقبلية لمواجهة انتشار تنظيم داعش وسبل القضاء عليه. يلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في باريس اليوم بنظيره الروسي سيرجي لافروف لمناقشة الأزمة في أوكرانيا ومعركة التحالف الدولي ضد داعش. وكان كيري بحث أمس مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس في باريس تطورات الوضع في سوريا والعراق ومواجهة انتشار تنظيم داعش الإرهابي. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الطائرات الحربية الأمريكية والسعودية نفذت 8 ضربات جوية ضد تنظيم داعش غربي مدينة كوباني وشمالي الرقة في سوريا.
في غضون ذلك امتدت المعارك بين تنظيم داعش والمقاتلين الأكراد في كوباني إلى مكان قريب من الحدود التركية السورية، وحيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات التنظيم تمكنت من السيطرة على مقر المركز الثقافي الواقع في وسط المدينة، وهي المرة الأولى التي ينجح فيها في التوغل وسط المدينة بعد أن كانوا يتراجعون في السابق بفعل المقاومة الشرسة. أضاف المرصد أن 3 من مقاتلي داعش فجروا أنفسهم في عمليات انتحارية داخل المدينة المحاصرة، وهو ما فتح الطريق أمام التنظيم للتوجه لمنطقة المنتصف بعد أن كان يسيطر على الضواحي فقط. في العراق اتهمت منظمة العفو الدولية ميليشيات شيعية تقاتل تنظيم داعش إلى جانب الجيش العراقي بأنها ترتكب جرائم حرب ضد المدنيين. وعلى الجانب الآخر قتلت القوات العراقية 35 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي وأصابت 10 آخرين إثر اشتباكات عنيفة على حدود عملية الفلوجة وجرف الصخر. وكان قائد عمليات الأنبار أعلن عن بدء عملية عسكرية كبيرة ثأرا لمقتل قائد شرطة الأنبار بعد استهداف موكبه بعبوة ناسفة شمال الرمادي. أعلنت الأمم المتحدة بالأمس أن نحو 180 ألفا نزحوا نتيجة للقتال الدائر داخل وحول مدينة تيهيت بمحافظة الأنبار غربي العراق منذ أن سقطت المدينة في أيدي تنظيم داعش. وقال مسؤول عسكري في الجيش العراقي إن مقاتلي التنظيم اقتحموا قاعدة عسكرية فر منها الجيش العراقي بمدينة هيت. يذكر أن تنظيم داعش واصل خلال الأسابيع القليلة الماضية هجومه على محافظة الأنبار الصحراوية المتاخمة لسوريا واستولى على مدينتي هيت وكبيسة. قصفت طائرات حربية تركية مواقع لمنظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية في منطقة داغالجا على الشريط الحدودي مع العراق. يأتي القصف على خلفية تصاعد الهجمات المسلحة من مناطق شمال العراق على المعبر الحدودي خلال أيام الثلاثة الأخيرة ومقتل مساعد مدير الأمن وضابط شرطة في مدينة بنغول. تعد تلك الغارات الأولى منذ بدء عملية السلام الجارية بين الحكومة التركية والأكراد قبل عامين. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطيران الحربي السوري شن أكثر من 40 غارة على عدة مناطق تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة في ريفي إدلب وحماة. في الوقت نفسه كثف الجيش السوري من هجومه بالقرب من العاصمة دمشق، وشملت الغارات إسقاط براميل نفط مليئة بالمتفجرات على مدينة معرة النعمان وبلدات بريف إدلب الجنوبي وفي ريف حماة الشمالي. تزامنا تواصلت المواجهات المسلحة على عدة جبهات لا سيما في ريف إدلب، وحيث سقط قتلى في صفوف القوات الحكومية بمعارك بمنطقة جبل الأربعين. توجه فريق التفاوض النووي الإيراني بقيادة وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى العاصمة النمساوية فيينا لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع مجموعة دول 5+1 حول برنامج طهران النووي. ومن المقرر أن يلتقي ظريف بمنسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتن اليوم لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه في المحادثات النووية وجدول أعمال المفاوضات الجديد، كما يشارك في اجتماع ثلاثي مع كل من وزير الخارجية الأمريكي جون كاري وأشتن غدا الأربعاء. كانت آخر جولة من المحادثات قد اختتمت في نيويورك أواخر الشهر الماضي، وتعد هذه الجولة هي الجولة الثامنة. أكد وزير الإعلام في ليبيريا لويس براون أن بلاده تبذل كل ما في وسعها لمكافحة فيروس إيبولا بمساعدة المجتمع الدولي. وكانت آخر التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أعلنت تسجيل أكثر من 8000 حالة إصابة بوباء الإيبولا في 7 دول هي غينيا، ليبيريا، سيراليون، نيجيريا، السنغال، إسبانيا والولايات المتحدة، مع ارتفاع الوفيات إلى أكثر من 4000 شخص، حيث يؤدي فيروس هذا المرض الخطير إلى وفاة 7 من كل 10 مصابين. ختاما نذكر بأبرز عناوين الأخبار. بان كي مون يواصل زيارته للأراضي المحتلة ويتفقد قطاع غزة للوقوف على أوضاع السكان هناك. محلب يواصل جولته بمحافظة أسيوط لافتتاح عدة مشروعات تنموية.
التحالف الدولي يواصل هجماته ضد داعش في سوريا، وأوباما والقادة العسكريون في 20 دولة يجتمعون في أمريكا لبحث خطط مواجهة التنظيم. وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية، إلى اللقاء.